وإليك أخي العزيز هذه الخطوات العملية للسير على طريق العبودية. أولا المبادرة إلى قضاء ما فاتك من شهر الصوم. ثانيا المبادرة إلى النوافل، لا سيما صوم الست من شوال والاثنين والخميس وأيام البيض. ثالثا المحافظة على الصلوات في أوقاتها بواجباتها وشروطها وأركانها. رابعا المحافظة على قيام الليل وأقله الوتر، فمن قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. وإذا كنت تعلم أنك لا تستيقظ في آخر الليل فقم من الليل أوله ثم نم، وهذا خير لك من تسويف إبليس. وقال صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وقد مدح الله عباده المؤمنين بقوله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقال جل وعلا: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. فاحرص رعاك الله على صلاة الليل، ولو أن توتر بثلاث ركعات أو ركعة واحدة على الأقل. ويقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من صلى بعد العشاء ركعتين فقد قام الليل. هذا أقل، من صلى بعد العشاء ركعتين فقد قام الليل. صلي ركعتين وأوتر بركعة، هذا أقل شيء إذا كنت ما تستطيع أكثر من هذا. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حرصنا، فقال عليه الصلاة والسلام: أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. رواه أبو داود والترمذي. وقال حسن حديث حسن. ويقول الإمام أحمد رحمه الله: من ترك الوتر ثلاث ليال متتاليات، من ترك الوتر ثلاث ليال فهو رجل سوء لا تقبل شهادته. خامسا المحافظة على حلق العلم فإنها رياض الجنة. وأعظم سبب من أسباب زيادة الإيمان حضور حلق العلم، حضور حلق الذكر، والذكر إذا أطلق فيراد به مجالس الذكر. سادسا استدامة الذكر والدعاء، وأنت تمشي تذكر الله، وأنت تجلس تذكر الله، وأنت تمشي تذكر الله، وأنت تدخل بيتك تذكر الله. فإن استدامة الذكر والدعاء بالثبات من أعظم أسباب المحافظة على الطاعات. سابعا المحافظة على ورد من القرآن الكريم. حافظ على ورد من القرآن الكريم ولو أقله، أنك تقرأ في يوم كل يوم جزء، بحيث لا يمر عليك شهر إلا وأنت تختم القرآن، حتى لا تدخل في قول الله عز وجل: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ثامنا أن تحافظ على الصدقة اليومية ولو بشيء يسير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة. تصدق ولو بربع دينار في اليوم، لو حسبته في الشهر الكامل، في الشهر الكامل ما راح يجي شيء، مبلغ يسير زهد، يمكن أنت تدخل المطعم، تدخل الجمعية، تخلص هذا المبلغ. تصدق كل يوم. وإني لأعجب من رجل كلما دعته نفسه إلى شراء شيء ثمين أخرج مقداره وجعله في سبيل الله، وشرى لنفسه مثله نظيره بثمن زهيد. يا سبحان الله، شوفوا العقلاء كيف يفكرون. هؤلاء هم الذين قال الله عنهم أولو الألباب، هؤلاء هم أصحاب العقول. تاسعا المحافظة على طهارة الألسنة، فإن من أعظم أسباب ترك العبادات، ومن أعظم أسباب أن يحرم العبد الطاعة والعبادة، انشغال اللسان بالقيل والقال، انشغال اللسان بالغيبة والنميمة، انشغال اللسان بفلان وفلنتان. فإن طهارة الألسنة من أعظم الأسباب المعينة على طاعة الله عز وجل. لذلك لما ذكر الله صفات المؤمنين المفلحين قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. وهذا يشمل طهارة الألسنة. أخيرا المحافظة على بذل الخير وعمل المعروف والإحسان للخدم والحشم ومن حولنا ومن هم معنا، فإن صنائع المعروف
تقي مصارع السوء. أخيرا وصيتي إلى نفسي وإليكم أن نكون ربانيين وأن لا نكون رمضانيين، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم نسألك رحمة تغفر بها ذنوبنا وتحيي بها قلوبنا وتزكي بها نفوسنا وتهدينا بها للتي هي أقوم. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم عنا لذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم تقبل منا شهر رمضان واحفظه لنا يا رب العالمين، واجعله في ختم حتى نلقى ذلك يوم الدين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.